عايز اعرف جسم الكلب ده فين عشان ادفعه الثمن غالي قوي على اللي عمله. انا خلاص هموت وهشوفه قدامي عشان اطلع روحه في ايديا. خلاص بقى انسى جاسم ده وخلينا نشوف حياتنا. كل اللي عملته في حياتي ده كوم، واللي عمله في جاسم ده كوم تاني. هخليه يتمنى الموت بدل المرة ألف. هشوفه بس، اتفضلي يا ست جولي، ما احنا ما وراناش غيرك. مش عامله زي القرش البراني كده من المرميه ارجع لي تاني. معلش يا ست هايدي، كوريا دايما تهزر معاكي، بتحبك. معلش هي معذوره، انا برضه تعبتها معايا قوي وهي ملهاش ذنب. لا ما بحبهاش غيرش، بس انا اللي حاسه انها عامله زي العيله الصغيره ومسؤوله مني. وبعدين العمليه عارفه؟ سوك. انا مش قلت لك اوقات حصلني؟ بقول لك ايه، مزنوق في الكباريه، الزباين على ودني. طمنيني انت، عملتوا في المشكله اللي عندكم؟ ولا حاجه، على حطت ايد. لا عارفين هنوديها فين ولا عارفين هنعمل ايه. بقول لك ايه، انا عندي فكره جهنميه، والهانم كده شكلها هتطول شويه. بقول لك ايه، ايه رايك اما ناخد ست الهانم ديت ونسكنها في البنسيون اللي كانت ساكنه فيه البنت نوال؟ قلت ايه؟ ايه بنسيون؟ لا بنسيون لا، الحكومة هناك رجليها داخلة طالعة عشان يطمنوا على السكان، وبنت الناس هناك دي ما ينفعش تكون هناك. ايوه صح، خال بيقولك ما ينفعش. وبعدين تعالى هنا، ادام البنسيون ده كانت قاعدة فيه اللي اسمها نوال، يبقى اكيد مشموم. اللي هي تولع في قلب بدلة الرأس مطرح ما هي قاعدة قادر يا كريم. طب انا بقى تلاقيت المكنة الصح. فين؟ اقول لك بقى فين. ايه رايك اما ناخد ست الهانم ونسكنها مع نوال في شقه جديده اللي عزوز جابها لها؟ بقول لك ايه، حته دين شقه مش عايز اقول لك. انا مش عارف عند الاوض بتاعتها. قلت ايه؟ بيقول لك تقعد عند نواه، ده انا خنوقها كده بايديا دول وافقر لها في الارض عشان اتويها ولا لقيناهاش تقعد مع نواه. طب ثلاثه بالله العظيم، الراجل اللي اسمه سوكا ده كلامه مظبوط، المكان ده صح، ما الناس صالح احنا بخلافاتك مع نواه. انت عندك حق، هو انت عندك حل تاني يا كوريا؟ معرفش، اكيد في حل تاني. اللي هو ايه؟ معرفش، نفكر. يبقى مش وقت مشاكلك دلوقتي، هاتي التليفون. الو، يا سوكا، هي نوال دي ساكنة فين؟ ازيك ست الكل؟ في شارع الهرم. طب انت متأكد منها؟ 100%. طب بص بقى، انت قول لها ولو وافقت يعني يعتبر مكان جديد وبعيد عن الشبهات. وانا هكلم نوال بقى، مش عايز اقول لك بقى، وحياة ربنا اول ما تشوفك هتاخدك بالحوض. لا نوال دي كريمة قوي قوي. يبقى انا خلاص هروح لنوال. يعني زنقت معاك البلد كلها ما لقيتيش الا مكان نوال؟ ماشي يا جولي، بشوقك. بس كده بقى جور يا بحر. طيب حفين اوعى اخي. مالها البت دي؟ يا اهلا يا اهلا، خطوه عزيزه، منوراني يا ست جمالات. لا ده اسمها هايدي هاني من نواه. يوه يقطعني، اصلي واخده على قديمه. معلش مفيش مشكله، بس الشهاده لله انتي برنسيسة. انا قلبي قال لي انك لا يمكن تكوني قريبة اللي ما تتسمى كوريا دي. اهو الفرع اللي يجيب الصبارة الناشفة يجيب برضو الوردة المفتحة دي. ولازمتها ايه بس؟ لازمتها ايه؟ نعيبه في كوريا هي مش موجودة معانا. انا الله، جرى ايه عم شكري؟ ما انت عارف ما بقبلهاش، وبعدين بتفك مع الست هانم بكلمتين. يبقى بلاش ست هانم والكلام ده، قولي لي هايدي على طول. هايدي على طول؟ طيب يا اختي بيتك ومطرحك. وبعدين انا سوكا كلمني وفهمني على كل حاجه، وسوكا ده بقى وش الخير عليا، وانا لا يمكن اقول له ابدا ابدا لا في اي حاجه. وبعدين انت حبيبتي، وقفتي معايا وقفه السبع رجاله لما كان سلومه الناقص ده عايز يتجوزك عليا وانت رفضتي. وبعدين انا حلفت ان اللي يقف جنبي انا خدمته ليوم الدين. منورني يا ست هايتش. يا صباح العكاوي. يا صباح الكبده الكبدك. هات ياد كرسي من عندك. ايه الطله الغريبه دي؟ عندي ليك مصلحه حلوه قوي، لو ليك شوق فيها لغي لك صاحبها. وصاحبها ايه؟ راجل تقيل 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 وبيلعب في ملعبك. امتى الحدايه بتحدف كتاكيت؟ بتحدف لو فيها مصلحه بتحدف. ولو اني مش حبك ماشي، ايه المصلحة؟ عقارات، الجو بتاعك. ايه العبارة يا كبتك؟ العبارة في العمارة. اسمع، أنا أعرف واحد اسمه الحاج عرفة،
بيبني عمارة 11 دور على 3 نواصي وواجهة. 3 نواصي؟ ربنا يزيده. أنا هنطقك يا سلوم، وربنا اللي نطقك. أنا هدخلك معايا وهو معانا ستيلة برضه. شوف هتقدر تدفع كام، واللي هتدفعه هتاخده 3 في ظرف كام شهر. أيوة بس أنا الجنيه اللي معايا على قده، ودول ناس غيلين. لا ما تقلقش، أنا ليا دلالة عليه قوي. بس أنا هينوبني من المصلحة دي 5 بواكي. أمين؟ هما باكو واحد، والسلام عليكم ورحمة الله. بطل نتانا سلومة. أوه أخرك معايا 3 بواكي. هما 5، ياما المصلحة هترسى على حد تاني. قلت إيه؟ خلاص 5-5 ماشي يا كبدك. يا ساتر، ده أنت الجنيه اللي يطلع منك إخواته يدعوا له. مالك يا أختي مالك بس؟ فيك إيه؟ شايفة يا خالتي؟ شايفة البيت فاضي عليا إزاي أنا وأنتي؟ بقينا قاعدين زي قرد قطع لوحدينا. أمي راح وكبدكي راح، وخلي مالي في حاله ده. حتى جولي بعتنا واشترت عدوتنا، خلاص مش هنشوفها تاني. يا بنتي قطعتي قلبي يا حبيبتي. خلاص بقى خلاص، اسمعي أنا بحبك، أنا مش هسيبك أبدا. تعالي بقى تعالي اقعدي على دي. بسم الله عليكي يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، ما تخافيش أنا معاكي مش هسيبك أبدا. يلا تحكي بقى تحكي بقى يا أختي بقى. يلا، وده إيه ده؟ ده مفتاح البيت. وده؟ مفتاح التلاجة. طب فين بقى مفتاح النملية؟ يو النملية ملهاش مفتاح. طب الله مين؟ طيب خلاص، فيها ايه؟ الدنيا طارت. ايه ده؟ في ايه؟ مجري قدامي. لا مجري فيه. هتوها هتوها. ايه انا ما عملتش حاجه يا بيه؟ انا ما عملتش حاجه عشان اللي. طب انا عملت ايه؟ طيب طب انا بقول لك ما ينفعش خالتي تقعد لوحدها يعني. كلمي خلي شوفها ما تسيبيش لوحدي. يلا ما تتعبيش نفسك هنا، ولا انا هقوم اساعدك. والنبي ابدا، ده انت ست الهوانم. الله، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا، هي كانت بتعاملك ازاي وانا بعاملك ازاي. ميرسي. انا هدخل استخبى جوه. طب يا اختي دلوقتي. عزوز، صباح المساء على نجمة مصر الأولى وفاتنة الجماهير. أهلا يا أخويا، أمورني. الله الله الله، من على الباب كده يا ناني؟ مفيش اتفضل يا زيزو. لا مؤاخذة يا زيزو، ما أنت عارف يا أخويا حرمة وقاعدة لوحدي، يعني ما أقدرش أدخل رجالة. الله الله، هما فين الرجالة دول؟ ده أنا زيزو. ما تأخذنيش يا زيزو. الله 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 الله، الطبق طبقين والكوباية اتنين وكل الأحبة اتنين اتنين. احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى. ضيوف مين يا اخويا؟ ده انا كنت بحضر اكلي. الله، خدوهم بالصوت. ما انا اجيب الشقه وادفع واكلف واصرف وغير يجي الضيف. لا يا حبيبتي الكلام ده ما يقولش عيش معايا يا ناني. اوعي من وشي، خلينا نشوف من جوه. يلا اوعي، تعالى هنا يا راجلين. بقول لك اوعي من وشي، خلينا نشوف من اللي جوه. هنا واقف. الله الله الله، ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله؟ انا بنت خالتها. وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واحنا ستات لوحدنا؟ ما تقولي لها اللي قاعدين لوحديكوا يا حلوه. انا بقى مين؟ لا مين ولا الميلامين يا اخويا، مش كل التير يا حبيبي. انا راقصه بس بشرفي، اوعى تكون فاكرني منيها ما هتاخد لي الشقه وتقدر تتنطط لي بقى فيها كل شويه. لا يا حبيبي، وبعد العامله دي فايتلك الشقه على المحل على اي حاجه تيجي من وشك. ويلا بقى وريني لا مؤاخذه عرض كتافك. الله الله الله، ايه يا ناني؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ ليه بس الزرزره دي وليه العصبيه دي؟ استهدي بالله يا جميل شويه. الله، يلا يا اخويا. يا حبيبتي اهدي بس، انا هنزل اهو لينا كباريه اللي قصدي لينا بيتي. يلا. طب اسمع، تهدي يا ناني. الله، قلت لك اهدي مش يلا. كده مع السلامه. جات كل هم صنف منيل الا ما فيكوا واحد عادل. يا اختي انت قاعده مكتومه كتمه الكحك ليه؟ هو انا ناقصه هم يا ربي؟ بس يا ولي، بس خلاصي، بس يا مامو نقر. انا بورقرش عليكي. مالك يا اما؟ امال بس خالدس هندس يا اما. قول لامك تسكت، قول لها تسكت لحسن بعدين افشفش دماغ اللي جابوها. بقول لكم ايه، انا مش عارف انام لكم ولا ايه؟
ايه اللي بتلعبي بقك فيه ده؟ خدي لعبي بقك انت كمان. لا خلص خلاص ما عادش فيه. بقول لكم ايه؟ انا صدعت اخش انام جوه، ايه الصداع اللي انا فيه دوت؟ ايه يا ولد؟ انت ايه اللي مقعدك في وسط النسوان؟ الله قامت عليك حيطه يا بعيد. يا باي عليكم انتوا الاثنين. يا بعيد يا بعيد اجيبني علينا يا ولد. يا ابني انا قلت لك قلت لك يا ابن الفقريه نمشي من هنا من بكره الصبح تجيب لي شقه يا ولد، العمر مش بعد يا ولد. يا خرابي يا خرابي خلاص خلاص يا خرابي يا خرابي. بكره اجيب لك شقه في الفرن في سيزيزو ولا بتاع. سلام يا اخويا. يا رب عفيت عليكي. بتضحكي عليا يا ولية؟ يا رب تموتي. عشان خاطر يا ابو طالب دي كوريا دي بنت غلبانه ضيعت قبل كده سنه من عمرها في السجن في قضيه ملهاش لازمه، ولا يعني عشان طلعت جدع مع الست هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع القطاعين الطرق والحراميه؟ ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك دي بنت غلبان. يا اسطى شكري ما تخافش، كوريا ما عليهاش اي حاجه، انا هبعت لها محامي النهارده يطلعها. تلاقي الضابط بس كان بيضغط عليها شويه عشان تعترف بمكان هايدي، وبعدين هو ما قبضش على هايدي عندها عشان يثبت انها كانت تتستر عليه. ما خلاص بقى يا عم شكري، خلاص يا عم شكري قال لك ما عليهاش حاجه. يا عم شكري يا باشا مهندس دول مش مستنيين يثبتوا حاله، دي ناس يدها طايله. انا كل اللي مضايقني دلوقتي كوريا بنت اختي، زمانها قاعده كيف الطفله صغيره مزعوره في وسط عتاويل الاجرام. بقى انتوا بتتكتلوا عليا روح خالتك منك ليها؟ بقول لكم ايه؟ اللي فيكوا راحه سكن القناطر تبقى تسال عليا هناك، تقول كوريا ابقات وهم عرفوها كويس انا مين. واللي فيكم مش راحه اول ما تخرج من هنا وتدوس على اسفلت كده اهو تبقى تتشاهد ان ربنا نجاها من تحت ايدي. كاتكو 60 ايه؟ كوريا عبد العاطي. نعم. تعالي. ماشي. أنا خارجة أتمم على الاسم وراجعة لكم تاني، لو لقيت واحدة بس لفت وشها كده هو ولا قعدت هشقلبها، هخلي إيديها تحت كده ورجليها فوق، ماشي؟ جت كل قرف. بعتين لك محامي. اللي معاه ربنا قلبه مرتاح يا باشا. لو عايز أحبسك وأرحلك على النيابة دلوقتي هحبسك. والنيابة بقى تبقى تتصرف في موضوع التستر ده، لكن أنا هخرجك دلوقتي واعتبر اللي حصل ده قرصة ود. لكن لو ما جيتليش من نفسك وقلتلي هايدي فين لمصلحتها ولمصلحتك أقسم لك بالله لأكون قابض عليها ومرحلكم انتوا الاتنين في كلبش واحد. ونعمة بالله يا باشا. شكرين. ألف شكر يا فندم. السلام عليكم. يا باشا أنا راقبت الحارة كلها واتقصت. هيدا ابو طالب عامله نفسها راجعه من الخليج واسمها جمالات، وانها بنت خالد بنت كوافيره اسمها كوريا، وهيدا لما مؤاخذه كانت فاتحه يعني محل قمصان لوم وحاجات زي كده يا باشا، وعلاء بيه اللي كان بيحميها، بس هي يا باشا كانت مشيبه رجاله المنطقه كلهم، معلمين وسواقين تكاتك وجزارين، حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزها. ومين لسه على اتصال بيها؟ اكيد علاء بيه، عشان كده قبض على البنت كوريا وحبسها، خايف لطرطش بالكلام وحد يعرف مكان هيدي بعد ما هربها من المنطقه. طب اتكل انت على الله ارجع هناك وتبلغني اول ما اللي اسمها كوريا دي تخرج. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. ايش علاء؟ ايوه دكتور نادر. بقول لحضرتك ايه؟ انا مكسوفه منك جدا يا نوال، يعني انت النهارده ما نزلتيش الشغل بسببي وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا اختي راحه، وانا عملت الصح مع عزوز عشان اكهربه، وبعدين انا حالفه اعمل لك الخد ده زاد والخد ده ميه. عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. حرام عليكي، كوريا دي جدعه وطيبه وانت برضو شكلك جدعه وطيبه. يعني انا حاسه ان انتوا لولا المشاكل الصغيره اللي كانت ما بينكم بتاعه الشقه وابراهيم كان زمانكم بقيتوا اعز اصحاب. اصحاب مين يا ست؟ ده لو القط ولف على الفار انا وهي لمؤاخذه لا يمكن نولف على بعض ابدا. طب انا كنت عايزه اطلب منك يعني طلب صغير. يا اختي اموري. ينفع يعني استعمل موبايلك؟ لازم اكلم بابي. ياخدي اتفضلي يا اختي اتفضلي. ميرسي. بصي هو انا معايا موبايل بس ما ينفعش اتكلم من الخط اللي فيه، لازم اجيب خط جديد. يا اختي انزل اشتري لك، هو موال بس استخدمي ده يا اختي براحتك. ميرسي. بابي
حبيبي يا بابي وحشتني جدا جدا جدا. اهلا يا هايدي. اهلا حبيبتي السيد، وحشاني موت. انا نفسي اجي ابص عليك. بلاش زيارات يا بابي، يعني اصلا انا مش عايزه اضايق نوال. تضايقيني ده ايه يا اختي؟ ده بيتك ومطرحك، تجيبي فيه اللي انت عايزاه. متشكره ميرسي. يا بابي. نادر مخلي باله من كل حاجه وعامل شغل في القضيه، بس الواد الظابط ده اللي اسمه علاء طلع مش كويس. تصوري قبض على كوريا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ قبض على كوريا؟ بس طلعناها. بنت غلبانه وجدعه قوي ما جابتش سيره اي حاجه عنك. حبيبتي يا كوريا وحشاني قوي، نفسي اشوفها هي وسندس. طب بص يا بابي، انا عايزه دينا تجيلي هنا وتجيب لي معاها هدوم جديده، وتجيب لي كمان ايباد بدل اللي اتحرق في المحل ده. حاضر. طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء. تاني علاء؟ قلبك ده كده على طول ماشي بيكي غلط، مش عارف اعمل ايه. ربنا بنتي بعيده عنك وما يوقعكيش في حد وحش تاني ابدا. تعال تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا حاج عرفه، بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا. هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعز الراجل اللي في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي في الستات. خير يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه، هو كان عايز يخش في فلوس البونه والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقه. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال؟ انا اقل مبلغ بشارك بيه 500,000. صل على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا نروح من بعض فين؟ يا ريت والله. لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قسط لك الباقي. يعني ده اخر الكلام يا معلم؟ ده اخر كلام عندي. طب معلش بقى معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، الظهر مفيش نصيب. يلا السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه أكسر. الله وبركاته. عارف هيما؟ لو العماره دي طلعت 11 دور هتتكلف بالارض بحوالي 1,200,000، وهيبيعهم ب 3,000,000، وانا لو خشيت ب 100,000 ان شاء الله هطلع ب 200,000 في كذا يوم. خلاص ده خيرها بغيرها يا معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شويه يمكن يوافق، ساعتها هديلك الخمس بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق، انا عارفه. لا مش هيوافق عشان خاطر بس. طب بص انا ايه، هحاول معاه كده ويعني هشوف ميته ايه وبقول لك، بس هو مش هيوافق انا عارف، بس انا هحاول معاه. الو الو. ايوه مين معاي؟ ايه ده مش عارفه صوتي؟ لا اختي مش عارفه صوتك، مين معاي؟ طيب طيب بالراحه، انا جولي. جولي؟ خليت نوال جابت لي نمره جديده وقلت لازم اكلمك انت اول واحده. ده بمرت ان شاء الله. انت من بيت اهلك؟ اه واكتر من اهلي. ايوه صح، بمرت مسكتيني ورحت قعدت عند عدوتي. هن عليك العيش والملح. دي نوال بتحبك قوي، دي حتى قالت لي ان لولا المشاكل الصغيره كان زمانكم بقيتوا اكتر من الاخوات. اندهالك تكلميها؟ يا اخي كلمها عذراء، انت مقابله مستعجل. بقول لك ايه، اخلصي قولي عاوزه ايه. طيب خلاص سيبينا من سيره نوال. بابي قال لي ان علاء قبض عليكي وخرجك، ده حقيقي؟ انت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه تطمني على سيده علاء بتاعك ولا عاوزه ايه؟ في ايه يا بنتي، انا عايزه اطمن عليكي. قولي لي عامله ايه في البيت والشغل وكده. ده يا اختي اطمني، البيت بيقع وقفلت المحل وقعد مرزوع زي قرد قطع بالظبط، ليكي شغل في حاجه تاني؟ قفلتيه ليه؟ ما عادش جايب كهربته وخلاص، ما عادش عندي خلق اناهد مع النسوان على الجنيه والاتنين، ويا ريتهم بييجوا. يلا ان شاء الله الامور تتحسن. طمنيني بقى على سندس، وحشاني قوي. سندس؟ سندس ربنا يتولاها بقى. قطع الاكل والشرب، اهرى نفسها من العياط، وما بتنامش الا على فرشتك. يا ربي. طب انا نفسي اشوفها، دي وحشاني قوي. بصي انا هبعت لك العنوان في رساله، هاتيها وتعالي على هنا. انت اتهطلت يا بنت، سندس مين اجيبها عند نواه؟ انا عدي على بيت المقطوعه دي يا اخي، عدي عليها قطر البعيد.
اسمعيني بس، نوال بتروح كل يوم الكباري الساعة 7 وبترجع بالليل متأخر، انتي هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع، بس خلي بالك من المراقبة. بقولك ايه يا اختي، انا مش الفلبينيلا جابها لك عمك شكري، ارحمي نفسك تأمين. وبعدين تعالي هنا، انتي اللي اخترتي تقعدي عند الواطية دي، يبقى خلاص ما تجيش بقى دلوقتي تعملي لي فيها القلب الطيب وتقولي لي انتي وحشاني واشوف سندس والجو ده، انا اهم سلام. سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكية موكلتي كل الأصول الموضوعة تحت تصرف البنك كضمان للقرض. ما دي عندنا ولا فيهم ورق جديد؟ الحقيقة أنا عايز أثبت بيهم إن البنك علشان يطلع القرض قام بتقييم الأصول بطريقة طبيعية جدا وروتينية، مفيش أي تدليس، مفيش أي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك للاستيلاء على قيمة القرض. تمام. سيادتك ده طلب بتشكيل لجنة من خبراء التسمين لإعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها، وعايزين نضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقرض. الكلام ده طبعاً سيادتك لتحديد القيمة الحقيقية المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك، ويكون التعامل بناءً على الرقم ده مش بناءً على 50 مليون دولار. بالراحة بالراحة. والله بالراحة هو طيب. ثواني ثواني، احنا خلصنا كده خلاص. يلا معلش يا حبيبي استحمل شوية بس. خلاصي يلا. ايه اهو خلصنا بس يلا. انا ما سالتش نفسي كان اجوان، انا ليه متمسك بيك لغايه دلوقتي وانا مسافر خدتك معايا؟ ولو كنت سبتك ما كنتش اخسر اي حاجه. طب ليه؟ عشان فيكي ميزات كتيره قوي، ميزات الراجل الصاحب بس ست، وكل ميزات الزوجة بس من غير مسؤولية، وتعرفي تبقي مديرة أعمال شاطرة قوي، تعملي أي حاجة في أي حاجة من غير ما تعترضي. يبقى راجل غبي اللي يسيب واحدة زيك. بس على فكرة في ميزة مهمة جداً أنت نسيت تقولها. إيه؟ إن أنا بحبك جداً، وبعدين انا بحبك اكتر من عيلتي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده. انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا. دي حقيقه، ما تبصليش كده. وشخصيتك دي ما تعرفش تعيشها الا مع حد زيي. اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شويه. والله العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد، وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا هسيب العالم ده كله عشانك وهعيش خدامه تحت رجليك. ما انت عايش وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيله. الله، ولا هو هم وخلاص. نعم. بقول لك الله يخليك، انا مش نافعني الشغل ده. شغل ايه يعني؟ ست نوال تيجي وتحضر كده وتغيب بمزاجها ان شاء الله. وانا مالي يا اخوي، هو انا كنت خلفتها ونسيتها ولا كنت خلفتها ونسيتها؟ وبعدين انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان، ما انا قدامك اهو. انت عارف انا لو طلعت على الفيست بتاعك ده هو ودبت دبتين وهزيت هزتين والنبي اعمل لك زلزال خمسه ريختر محترم، بس نسيت اجيب بدله الرقص معايا. مساء الفل يا اداره. اهلا يا طاعون، ازاي؟ الا الست الناني او الراكسه الفيرجن بتاعتنا لسه ما جاتش؟ اشمعنى انا يا طاعون؟ انت ناسي يا مديري ان هي مكايبي، ولو في اي قلق او حزازيات هتبقى في وش. لا مفيش قلق ولا حاجه، ما تقلقش نفسك ولا في اي حزازيات. روح انت بس شوف شغلك وخلينك على الزبان كويس. جرى ايه يا واد يا طاعون؟ تعالى هنا. انت يا اخويا عمال تصطاد في العكاره ولا ايه بالظبط؟ صدقي بقى ان انا اللي عينيا بتبكي عليكي بعكره عشان خاطر الظلم ده يا ست ام سوكا. انت عارفه كويس ان تعتع قلبه يروح كده كقطعنا. ده انت ساوي يا ولا. روح اكل. يسلمني حلاوه لسانك.
عن اذنك يا درد. اتفضل يا طارق، روح شوف شغلك. وانت يا اخويا طارق في ايه؟ انت كل يوم والتاني ملقح جدتك عليها، ما هي بترقص وبتهز وبتجيب لك فلوس زي الرز هنا وهنا وهنا وهنا. ايه من شهر طالع واكل نازل واكل من مجاميعه كده يا باي عليك. يا ستي لا هناكل ولا هنشرب ولا من مجاميعه، خلاص بطلنا اللي عطلنا يا مسوكه. بقول لك ايه، الله يخليك، عايزك انت مسوكة تكلموها لي، قولوا لها بقى تنزل الشغل الله يخليك من بكره عشان خاطري، خليها تنزل الشغل عشان نخلص. خلاص خلاص، ما احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نلم ورا النسوان. شوك ربنا يخليكوا يا رجاله. ماشي يا حاج، اعرف بكلمك. ماشي يا خد يا سوق عاوز ايه يا ابن عمي؟ بقول لك ايه، انت محتاج عربيه الكبده تاني؟ عربيه كبده ايه يا ابن عمي؟ ده مش كاري. بقول لك ايه، انت عارف انا كنت بكسب كام في الكبده؟ 10 جنيه كل يوم، اللهم صل على النبي. دلوقتي بكسب كل يوم كام؟ 500 جنيه من الاخر يا ابن عمي. انا امض عيالي وربنا راضي عني، ومن الاخر كده يا ابن عمي انت عارف انا من صغري وانا موهبه. قشطه يا فنان. وانا ده سوق قايل لك بالاول انها هتلعب، انا اصل كنت مزنوق في قرشين كده فقلت ابيع العربيه عشان افك زنقتي. تامرني يا صاحبي من جنيه ل1000؟ لا يعني امر لله يا سوكا، خلي 1000 ايه، ده انا محتاج فلوس كتير قوي، اصل انا مسافر سفريه كده. بس اوعى تجيب سيره لحد. ها اوعى يا السفريه دي بقى محتاجه حوارات واساتك وكلام من ده. بقول لك ايه، يعني هتسافر وتسيب بطن البقره؟ جد انا مسافر سفريه هترجعني اشتري بطن البقره باللي فيها؟ هبقول لك يا صاحبي ايه، خد دول بس خليهم معاك، امسك بس كده. لا خليهم يا سوكا، انت بقى ليك محتاجهم ولا حاجه؟ يا جدع انت خيرك عليا يا جدع، خد بس ينفعوك في السفر. لا مش هيجي لي قلب يا سوكا كده، امشي بيهم وانت محتاجهم، مش هيجي لي، مش هيجي. خلاص بقى انت حر، سلام عليكم. خد يلا. ايه يا صاحبي؟ هات الفلوس. خد يلا غور. نادر عالم الدين، محامي هايدي ابو طالب. اهلا وسهلا، اتفضل. أنا عارف ومتأكد إنك مستغرب جدا من الزيارة، بس أنا عرفت إنك لحد دلوقتي ما اتكلمتش ولا بلغت بشكل رسمي عن إنك تعرف مكان هايدي. وبعدين؟ ده معناه إنك مؤمن ببرايتها زينا، ومعناه كمان إنها كانت صح جدا لما قعدت معاك بنفسها وكلمت معاك على كل حاجة. وده معناه إن حضرتك متستر عليها وعارف مكانها، وجاي لي ضابط شرطة جوه الاسم بتاعه وتقول له عايز أتكلم معاك بخصوص واحدة هربانة منك. خالص. مين قالك ان انا اعرف اي حاجه عن مكان هايدي؟ وبعدين هو مش حضرتك رحت وقعدت واتكلمت مع ابو طالب بيه؟ وعلاء بيه، تعال نحاول ما ننساش ان هايدي هربانه بس بريئه. والله انا مش قاضي عشان احكم عليها، انا وظيفتي اني اوديها للقاضي عشان يقول هي بريئه ولا لا. كلامك مظبوط، بس للاسف توقيت وقوف هايدي قدام القاضي هو ده اللي هيحدد براءتها من عدمه. يعني يعني هايدي ممكن تقف قدام القاضي دلوقتي حالا، هيحكم عليها بالإدانة، ظلم، ممكن تديها شوية وقت ونقدر نثبت براءتها. انت جاي تقنعني انها تسطر على متهمة هربانة؟ انا بس عايز اشرح لك الموقف وعايز اقول لك على حاجتين مهمين قوي. اول حاجة ان في كل الاحوال شغلك بعيد تماما عن القضية، ولو اديت لنا شوية وقت عشان نقدر نثبت براءة هايدي تبقى خدمتها خدمة عمرها. طب والحاجة التانية؟ الحاجة التانية بتهيألي إنك لازم تاخد بالك كويس جدا الفترة دي إن في ياسر بيه عبد الحق بيراقبك تقريبا 24 ساعة في اليوم. ياسر؟ يراقبني أنا؟ بالظبط. أنا جوالي حبيبة قلبي، صدقني كنت لسه بفكر فيكي وربنا وحشاني. وأنت كمان وحشتني قوي. طب أنت بتروح لماما بتطمن عليها؟ طبعًا، ده أنا بروح لها كل يوم. أنا جوان ضمك دي زي أمي بالظبط. طب أنت عامل إيه وهتيجي إمتى؟ أنا عامل الصح، قدمت على فيزا وقاعد بدبر في القرشينات، بس أنت عارفة بقى الدنيا صعبة، طالبين رصيد بنك وجواب من الشغل وحاجات كتيرة كده، بس أنا شغال ما تقلقيش يعني. ياه، أنت شكلك كده هتتأخر. والنبي يا ابراهيم حاول تعمل الحاجات دي كلها بسرعه. لا عيب عليك، انا موصي واحد شغال في شركه بترول هيجيب لي جواب ان انا شغال في الشركه، والفلوس دي اهو بجمع حته من هنا على حته من هنا. ما تقلقيش انت بس شويه وهتلاقيني قدامك. طب والنبي يا ابراهيم بسرعه،
عشان انا بقيت خايفه من مروان بعد اللي جاسم عمله فيه، ما بقاش طبيعي خالص، وانا خايفه لا يتهور ويعمل حاجه ويورطني معاه في اسرع وقت. والنعم بس انت عقلي كده. نجوان نجوان اوعي تشككيه في اي حاجه، عشان لما اجي الشغل يبقى على نظافه. نفسي ان ربنا يكرمنا كده اخلف 5 بنات يكونوا امامير زيك واسمهم هاجر كلهم. يا سلام بقى، هتعرفهم من بعض ازاي ان شاء الله؟ بسيطه، هاجر رقم 2 تيجي، هاجر رقم 3، هاجر رقم 4، هاجر رقم 5، بسيطه. امال فين هاجر رقم 1؟ انت طبعا رقم 1، انت احسن هاجر في مصر. بقول لك ايه، مش تاخدي لي بقى ميعاد من اخوك عشان اجي لكم؟ اسكت بقى يا سوكر، انا فواز اصلا ما بيكلمنيش من ساعه ما هايدي مشيت من عندي. انا السبب طبعا، انا اللي عملت كل ده. طبعا هي جت لكم البيت خربت الدنيا، انا اسف يا هاجر. لا يا سوكر انت مالكش ذنب، بس انا حاسس في نفسيتي كده ان هو ما كبرنيش يعني قدام ضيفتي. بقول لك ايه، سيبك من الزعل، مش انا كلمت امي خلاص بجد؟ امادي بس المهم، وانا عازم الحاره وهنجي لكم قريب وهغني لك احلى اغنيه من الحته ديت. هتغني لي ايه؟ هغني لك نفسي اتجوز اربعه. اربعه في عينك؟ اصلي هتجوز 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 هتجوز، انا خلاص هتجوز وهبطل ابص على البنات. تبص على البنات؟ لا لا، ابص على يعني ممكن يكون في ستات. هقتلك. بحبك. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عايز اقابل انسه ساره عبد الواحد. لا لسه مش مستحقه بالزيارات خالص. والزيارة القريب من الدرجة الأولى أو للشخص اللي وصلها المصحة. أنا لو وصلتها المصحة؟ طيب حضرتك إحنا عندنا رقم تليفونك، هنتصل بيك أول ما يكون مسموح لها بالزيارة. طب من فضلك ممكن تديها الورد ده؟ قولي لها من دكتور نادر. حاضر يا دكتور. متشكرة. اتفضل. يا أم سوكا، أنت ياما هتيجي ياما ولا أمشي؟ يا ولا استنى عليا اما الم شويه الرفايع دول. رفايع ياما، بقول لك ايه، الشقه فيها كل حاجه، خلصيني بقى. يا واد شويه الرفايع دول ما يهونوش عليا، دول ذكرياتي وحياتي كلها. شيل 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 ياما، احنا مسافرين البلد ياما، ايه اللي انت جايباه ده بس؟ يا باي عليك ياما. يا اخ سوكر. اه يا عم الشيخ، خلاص نويتم المغادره؟ اه يا عم الشيخ، مغادرين ان شاء الله. خد يا واد، والله ولا كنا ناويين نغادر ولا حاجه يا سيدنا الشيخ، هو احنا حيلتنا حاجه بس هنعمل ايه بقى؟ البيت المدعو ده هو كان هيقع على دماغنا، انما انا نفسي ومنعيني كنت اقعد في الحته كلها لحد ما يودوني القبر يا اخويا. ما هو برضه الحرص واجب يا مسوكه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ما احنا بقى نغادر يا عم الشيخ عشان التهلكه اللي انت بتقول عليها دي. والنبي هتقطعي بينا يا مسوكه زي بالظبط ما قطعتي بينا لما بطلتي بيع الفجل والجرجير. ماله يا اختي الفجل والجرجير بقى ان شاء الله؟ ما هي بتاعت الفجل والجرجير ده اهي ربة راجل زي الفل، نجم من نجوم السماء العالية، وعندنا عربية ورايحين يا حبيبتي بيت يشرح النفس، مش بيتكم المدعو اللي ان شاء الله ان شاء الله هيندك على دماغكم دكاً دكاً. ما تدكك يا ولية يا ولية، انت لسانك هيفضل بتبري منك كده. وانا شفت حاجة من الحارة دي عدلة، بس اعمل ايه؟ قلبي قلبي اللي عاوز يتقطع، ما بتهونش عليا العشرة. هو انا بنت حرام يا بنتي؟ والنبي هتوحشينا يا مسوك، والنبي هتوحشيك. مش هوصيك يا اختي بقى، ده بيتك تيجي في اي وقت يا اختي. حاضر يا سوكا، وانت خلي بالك من امك لو انها تخرب بلد بحل. حبيبتي ولا روح اجري هات لي قله ام عاشور بسرعه. وقت ذكريات قله لياما دلوقتي. اجري يا واد هات القله يا ولا ما تنرفزنيش. لو عليك ياما. يلا يا واد حبيبتي. سلام عليكم يا اخ سوكا. سلام عليكم. خليك انت هنا في التهلوكه بقى يا عم الشيخ. ان انا ما بحبكيش. سلام. ده انت حبك مسكتل في قلبي والله، قاعد وحاطط رجلي على رجلي. والنبي عارفه يا سوكا، والنبي عارفه. القله ياما. حاضر. القله ياما. اتفضلي ياما. سلام عليكم يا حبيبتي، هتوحشيني والله. سلام يا كوريا. سلام يا قلبي والله. خلي بالك من امك. خلي بالك من امك. ماشي حبيبتي. عافيه والله يا كوريا يا حبيبتي. جيلكم هبقى جيلك. سلام يا حبيبتي. سلام عليكم يا ولا. اسرح يا ولا امشي. سلام عليك. يوم اما وليه قلبة صحيح، غوره وليه من هنا، غوره وليه من هنا، المركب اللي تود مية بالتمام والكمال. والله يا اخي سلومة انا خدتهم بس عشان خاطر كبداكي، وعايزك تعرف ان انا عمري ما شاركت باقل من 500,000. طب من يبارك لنا فيك يا حد يخليك لينا يا كبداكي؟ اطمن، واحدة واحدة هتلاقيني داخل عليك بالنص مليون ومن مليون كمان. دول نسختين من عقد المشاركة، نضلنا عليهم هنا يا معلم سلومة. عمرو ده ايه؟ أنا ببصم. قبل ما تبصم حسنتي. نعم. نعم ايه؟ حسنتي. عيب، ده أنا المعلم سلومة. ايه المعلم سلومة؟ ده أنت معلم على نص المنطقة في الفلوس، حسنتي. صدقني أسد عيب. لا يبقى خلاص خد يا حاج العقد. لا 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 لا، بس مش خسارة فيك. هات هات. ألف مبروك يا معلم سلومة، ألف ألف مبروك.
انت ابن حلال ولسه ياما هتشوف اقسم بالله. معلش والله يا بهوات انا متاخره قوي، المدير هاريني تليفونات، اصل الصاله ما تشتغلش من غيري. ابو سمار سيبك منهم، ده ما فيش غيري. ايما ومركز وظيفه ميري، انا ابو طالب وطالب كل حاجه. اهلا اهلا يا باشا. بابي معلش بس احنا مش عايزين نعطلنا ولا نشغل. ربنا ينجح ربنا ينجح مقصدك ان شاء الله ويرزقك بولاد الحلال. طب بيتكم بقى ومطرحكم سلام. متشكرين قوي يا نوال. اقعد يا بابي اتفضل يا حبيبي. بنقول ايه؟ ان مفيش حل غير الفلوس دي لازم ترجع. انتوا بتقولوا ايه؟ استحاله ان مروان يرجع الفلوس باي شكل. الفلوس دي ممكن اخدها منه بالقوه او ترجع بالحيله. حيله يعني كيف يعني؟ ايوه قصدك بالاشتغاله. يا اخوانا ده تعبان مش هنعرف ناخد حاجه منه. تعبان بس عنده نقطه ضعف، الستات والفلوس. لو الاثنين اندمجوا في بعض في واحده ست حلوه قوي وغنيه جدا ممكن توقعه، بس اهم حاجه نعرف عنوانه في اليونان. انا شخصيا معيش فلوس، والراجل ابو نجوان ده زباله وبيتكلم بالملايين. ايوه بس الكلام ده كان الاول. نجوان دلوقتي في مصر بعد مروان ما نصب عليها، لو قدرتوا تروحوا لها وتقنعوها انكم لو لقيتوا مروان هتنتقموا منه، ممكن جدا تساعدكم. طيب عن اذنكم بقى، على فين يا بابي؟ انا ونادر هنروح الشركه نشوف الموظفين والمحامي اللي جايبينه انه رافع قضيه ضدنا ده، نخلص الحكايه دي وبعدين نرجع نشوف موضوع مروان. حد مستني حد؟